ان الدنيا يا اخويا ناقصه مشاكل. الرئيس الصيني بيقول لجيشه، الجيش الصيني، استعدوا لحرب قادمه. الله 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 الله. تعرف الجيش الصيني ده يعني ايه؟ واحد من اقوى 3 جيوش في العالم. انت بتتكلم في كلام كبير قوي قوي يعني. هل هو تهويش بلغتنا او لهجتنا يعني، ولا ده كلام جد؟ ده بيحض الجيش على التاهب للحرب. طبعا في مشكله كبيره بين الصين وتايوان من زمان. الصين يعني وتايوان معركة مستمرة، شد وجذب، وأمريكا بتدخل على الأطراف وأوقات تروح تقابل المسؤولين في تايوان، وده بيستفز الصين. لكن لما الرئيس الصيني يوصل إلى هذا التصريح الرسمي من أعلى سلطة رسمية في البلاد، يبقى الموضوع ناخده جد، لأن الدنيا أساسا مش ناقصة. كفاية الحرب الروسية الأوكرانية. والاخ ميديديف بيقول امبارح الحروب لا تنتهي اما بوثيقه سلام او زي ما امريكا عملت في اليابان. طبعا ده كلام ايضا خطير. هل العالم هيدخل على حروب نوويه تاني؟ ده لسه بنتكلم على المشاكل الاقتصاديه والغاء هيمنه الدولار. هي الدنيا ناقصه. تعالوا نروح لاستاذ الدكتور ايمن سمير، خبير العلاقات الدوليه. مساء الخير دكتور ايمن. مساء الخير عليك استاذ محمد ولكل السادة المشاهدين. ما هي قصة الخلاف في علاقة الصين بتايوان؟ بداية الأزمة يعني. هو الأزمة بدأت سنة 1949. الحكومة الحالية الموجودة في تايوان يعني أساسها كانت موجودة في البر الصيني. وحصلت ما يشبه الحرب الأهلية ما بين الحكومة اللي كانت في السلطة وقتها واللي هي امتدادها الحكومة الحالية في تايوان وما بين الحزب الشيوعي الصيني. في هذه الحرب انتصر الحزب الشيوعي الصيني وسيطر على كل الأراضي الصينية والبر الصيني، لكن الحكومة اللي كانت موجودة في بكين أو في بيجين وقتها انتقلت إلى تايوان. الحكومة الحالية في تايوان هي ميراث لهذه الحكومة التي كانت موجودة سنة 1949. علشان كده ما فيش خلاف على فكرة وحدة الأراضي الصينية، يعني حتى الحكومة التايوانية بتعتبر نفسها هي تبع الدولة الصينية وتبع وحدة الأراضي الصينية، لكنها تريد حكم كل الأراضي الصينية وتريد العودة مرة أخرى إلى بيجين أو إلى بكين. طبعا ده أساس الخلاف. لكن الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الحالي بترسل أسلحة لتايوان، لأن الحسابات الأمريكية بتقول أنه ممكن الصين تغزو تايوان وتحاول استعادتها بالقوة. هذه هي نقطة الخلاف. يعني حتى الولايات المتحدة الأمريكية عندما أقامت علاقات سياسية مع الصين سنة 1979 في عهد الرئيس الأسبق جيمي كارتر، اعترف بسياسة الصين واحدة. يعني الولايات المتحدة الأمريكية في خطابها الرسمي حتى الآن تتحدث أن تايوان والصين هما دولة واحدة، لكنها تعترض على فكرة استعادة تايوان. هي تقول بإعادة تايوان بالوسائل السلمية وليس بالقوة المسلحة. طبعا تصريح الرئيس الصيني تصريح يأتي في إطار الحسابات الصينية. الحسابات الصينية بتقول أن الاستعداد للحرب هي أفضل وسيلة لتجنب الحرب. ده رقم واحد. رقم اثنين، هم شايفين ان الولايات المتحدة الامريكية بتقترب باسلحتها من الحدود الصينية وتطبق نظرية تسمى نظرية الاناكوندا. نظرية الاناكوندا هي مستوحاة من ثعبان الاناكوندا، هو ثعبان غير سام لكنه ضخم جدا بيلتف حول الضحية ويقوم بخنقها. رؤية الصين ان الولايات المتحدة الامريكية بتطبق هذه النظرية على الارض. ازاي؟ الان مثلا تدعم الولايات المتحدة الأمريكية اليابان ضد الصين في جزر تسمى جزر سينكاكو. هذه الجزر بتراها الصين هي أراضي صينية، لكن سيطرت عليها اليابان، والولايات المتحدة الأمريكية مدت المظلة النووية لحماية كل الأراضي اليابانية بما فيها جزر سينكاكو، وبالتالي تعتبر هذا نوع من الحصار عليها. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية بتدعم تايوان، بتدعم هونغ كونغ، بتدعم إقليم يسمى إقليم التبت، وهو إقليم كبير جدا في قلب الصين وتدعوه للانفصال والتمرد على الحكومة الصينية. بتدعم إقليم شينجيانغ اللي هو في أقصى الشمال الغربي من الصين وهو اللي يوجد فيه مسلمي الإيجور أو اليوغور،
وبالتالي بتنظر الصين لكل هذه السياسات الأمريكية بأنها نوع من المحاصرة أو نوع من حلقة النار حول الأراضي الصينية، ناهيك عن دعم الولايات المتحدة الأمريكية لكل المختلفين مع الصين. يعني الولايات المتحدة الأمريكية الآن بتدعم 6 دول في بحر الصين الجنوبي ضد الصين، بتدعم الهند في خلافها الحدودي مع الصين على ما يسمى منطقة لاداخ اللي هي في ولاية جامو. طب ايه أهمية تايوان بالنسبة للصين؟ هل تايوان تمثل رقم يعني كبير في حركة التجارة العالمية، الاقتصاد العالمي، ميزان قوة عسكرية؟ ايه أهمية ثقلها بالنسبة للصين؟ هي أهميتها بالنسبة للصين ولا أمر رمزي يعني؟ هو أمر رمزي لأنها جزء من الأراضي الصينية، وتمرد يعني جزيرة على الدولة الصينية هو مفتاح لتمرد مناطق أخرى. تحدثت لحضرتك أستاذ محمد عن إقليم التبت وهو إقليم كبير، هونغ كونغ، شينجيانغ، مناطق أخرى يمكن أن تنفصل أو تفكر في الانفصال لو انفصلت أو استقلت تايوان بشكل كامل. وبالتالي بتنظر الحكومة الصينية لعودة تايوان أو استعادة تايوان باعتبارها عنوان قومي، عنوان للوحدة الصينية والشعوب الصينية، وأن التنازل في هذا الملف سوف يفتح الباب لمناطق أخرى للمطالبة بالاستقلال. هل يمكن أن تغزو الصين تايوان؟ أنا في رأيي لو الصين وصلت إلى قناعة بأن تايوان سوف تعلن استقلالها ولن تعود مرة أخرى للدولة الصينية سوف تغزوها بالقوة. وفي رأيي هناك محاكاة، يعني عندما زارت نانسي بيلوسي تايوان في بداية هذا العام كان هناك محاكاة أو نوع من سيناريوهات لاستعادة تايوان بالقوة. لكن الصين بتدرك أيضا أن استعادة تايوان بالقوة هو فخ كبير، يعني تحدث عنه الرئيس شي جين بينغ وتحدث عنه حتى رئيس الأركان الصيني عندما تحدث عن ما أسماه بفخ سيوسيدس. فخ سيوسيدس ده معروف من أيام سبرطة وأثينا، إن أي قوة صاعدة مثل الصين لكي تحتل المكانة الدولية الأولى عليها أن تزيح القوة الأولى بالقوة وليس بالسلام. وفي آخر 500 سنة حدث إن 16 قوة صاعدة مثل الصين حلت محل 16 قوة مهيمنة مثل الولايات المتحدة الأمريكية. 12 مرة منهم حدث بقوة السلاح. ده معناه إن فكرة الوقوع في فخ سوسيدس أو الصدام العسكري ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية وفقا لهذه الحسابات هو يصل إلى نسبة 75%، لكن من حسن الحظ أن هناك 25% ممكن أن تصل الصين إلى قمة الهرم العالمي دون الاحتكاك ودون الدخول في حرب شاملة مع الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك أنا في تقدير تصريح الرئيس الصيني بيأتي في إطار الاستعداد وإدراك الصين أن الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل تريد أن تحافظ على موقعها كدولة أولى في العالم بغض النظر عن الوسائل، هل هي وسائل اقتصادية كما نراها الآن في حروب الرقائق الإلكترونية ومحاولة الولايات المتحدة الأمريكية يعني تعطيل النمو الاقتصادي الصيني، أو حتى بالطرق العسكرية، لأن خلال الخمس شهور الأولى من 2023 الولايات المتحدة الأمريكية باعت أسلحة لدول مجاورة للصين تتجاوز 150 مليار دولار، منها 400 صاروخ لأول مرة توماهوك لليابان تستطيع أن تصل إلى كل الأراضي الصينية، وده أمر غير مسبوق في آسيا أو غير مسبوق في دول قريبة من الصين. لذلك أنا في تقديري تصريح الرئيس شي جين بينغ بينطلق من هذه المخاوف وأيضا كنوع من التحرك الاستباقي لحماية الأراضي الصينية. آخر سؤال، لماذا لا تلجأ الصين إلى إجراء استفتاء داخل تايوان يعني للشعب التايواني؟ تحبوا ترجعوا الصين ولا لا؟ الحكومة الصينية بتعتقد أن المسؤولين الحاليين في تايوان لا يمكن أن يشرفوا على انتخابات نزيهة، وبيعتقدوا أن ما يطلق عليهم في الصين الانفصاليين هم الذين سيطروا على الحياة السياسية في تايوان، وبالتالي هم بيعتقدوا أن هؤلاء المجموعة من السياسيين بيختطفوا 25 مليون تايواني بعيدا عن الارتباط بالدولة الأم. لكن في الحياة السياسية في تايوان غالبية الأحزاب بتدعو للعودة للصين، لكن وفق محددات، يتحدثون عن نظام حكم مختلف، عن تطبيق الديمقراطية بالشكل الأمريكي وليس بالشكل الذي يطبقه الحزب الشيوعي الصيني، وبالتالي يعني هو حوار الطرشان بين الطرفين، يعني رؤية الصين مبتعدة تماما عن رؤية المجموعة. يعني أشكرك شكرا جزيلا دكتور أيمن سمير خبير العلاقات الدولية.
يعني قول يا رب بقى وما تحصلش هذه الحرب.